هندرة خالتي كلات شي حاجة ولا والو؟ والو ما بغات تاكل والو. ودي بنتي غير تميرة وشوية د الما حيدير الريق ديالك. صوفيا هاد 3 أيام ما كليتي ما نعستي ما تقطعيش ليا قلبي كثر من هادشي. ولاو أختي صوفيا راه خصك ضروري تاكلي شي حاجة، شوفي حالتك كي ولات وما تفكريش غير فراسك عاوتاني، فكري في مهمتك مسكينة. نفسو كطلع غير بزاز كيف رويتو لي ناكل ونشرب وليت عالتراب، كيفاش انا نسرش لي باقي ولدي مسكن تحت القبر، كيفاش غندير ما كون غير دفنتو لي تحت حداه. ربي كبير اختي صوفيا وما عليك غير بالصبر، ما يحس بك تا واحدة بنتي. أنا دفنت ودفنت قلبي معاه مش حالتي، بكيت على صالح أخوك، وقفت على رجليا باش نقابلك أنتي وخواتاتك، ولكن أنا ما عندي حتى شي واحد. أنا واحد اللي كان عندي مات وبقى لي أحد. ليش بحال هكا بنتي؟ خممتي فيا وخواتاتك وباباك، تقوليش بحال هكا؟ ما عافاك، ما بقى عندي جات الوالد. بنتي أنا معاك، أنا معاك، أجي الكويت ديالي. هادي رشيد واش بصح هادشي اللي وقع؟ انا مزوق فيكم قولي لي هادشي كذوب. واش ولدي انيس مات؟ ولدي انيس مشى عند الله. علاش ما عيطتوش ليا؟ علاش علاش ما عيطتوش ليا ندفن ولدي؟ علاش علاش؟ رجع الله وما دير فراسك والو، الله اللي عطاه والله اللي خداه. اصبر اخويا ياسين، غير صبر وخلي ايمانك في الله قوي. رفع هادشي راه ما كنقولوا ان لله وانا اليه راجعون. هادشي مبغاش يدخل ليا لراسي. كيفاش ولدي مات غرقان في لابيتين والدار كانت عامرة؟ ها؟ فين كانت أمو؟ فين كنتو نتوما؟ فين كانوا لينونو والخدامات؟